وقلنا كذلك لغوديولا. لغوديولا فهي كتلعب دور مهم جدا في الرفع ديال مستوى ديال المناعه. ودايور كذلك مجموعه ديال الابحاث على المستوى ديال فرنسا دارت يعني على هاد روديولا وبينات بانها فعلا هي عندها كفاءه جد مهمه في الدفاع على الجسم ديال الانسان. نعم. واش هادو مكملات غذائيه؟ شنو مواد اللي ممكن نوجدوها القواعد؟ حيت هادشي غيسولوا الناس كثير بروفيسور باش نعرفوا يعني كيف قلتي عطيتي المعلومات ديال اشنو تتعمل على الذات. مثلا بغوا نعرفوا هادو مواد اللي هي الان ولات معروفه كيقدروا يستهلكوها الناس الا بغاو ياخذوها تقريبا باش يعرفوا الكميه والكيفيه ايضا. واش خاصهم دائما استشاره ديال اخصائي في التغذيه؟ هي في حق هاد المساله هذه كما قلتي ضروري ما يكون هناك يا اما طبيب اللي من وراء سميتو لا بروسكريبسيون ديال هاد الماده هذه او لا متخصص في التغذيه حكم انه عارف سميتو الوزن ديال كل واحد والكم اللي خصو ياخذ كل واحد باش يكون هناك. وحتى الحاله الفيزيولوجيه ديال الواحد راه الانسان اللي كيكون صحيح وباغي ياخذ غوديولا ماشي هو الانسان اللي كيكون مريض واخذ الغوديولا، ماشي الانسان اللي كيكون يلا من 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 عمليه جراحيه وغياخذ الغوديولا. اذا ضروري من استشاره ديال المتخصص في هذا المجال واستشاره كذلك ديال الطبيب في هذا المجال اللي غيعطيه الكم والكيف ديال الاستعمال ديال هذه الماده ديال الغوديولا. يعني هذه شيء ما خارج على كما كيقولوا العاده في المجال ديال التغذيه، خاص لابد ما يكون هناك تدخل ديال متخصص في المجال. نعم. ثم كاين عندنا كذلك الماده الثالثه الا وهي الجينسينغ، والجينسينغ خلاص راه معروفه ولا جينسينغ ماده واحده اخرى اللي موجوده ومعروفه في المغرب دابا تقريبا العادي والبادي ولا كيعرف هذا الجينسينغ. هذه فاكهه ولا شنو؟ حتى هي من الاعشاب الطبيه. نعم. الاعشاب الطبيه واللي داخله في مجموعه ديال الوصفات الطبيه اللي دابا الان ولاو الحمد لله عندنا دي كومبريمي اللي كيتباعوا في لي فارماسي ولاو دي سيرو اللي كيتباعوا في لا فارماسي ولاو دي جيلول اللي كيتباعوا في لا فارماسي اباس ديال الجينسينغ. وهذه حتى هي ثبتت انها كتسمو سيتي بلونت ادابتاتيف اللي كتخلي الجسم بسرعه يتفاعل مع الهجومات الداخليه وكيقاوم بسرعه المشاكل الداخليه وخاصه اذا كان هناك اون بان في المساله ديال المناعه. اذا دونك بروفيسور مازال غنكملوا المواد الاخرى اللي دائما كتعطي مناعه وكتخلينا دائما الذات ديالنا تتفاعل مع اي حاجه تتكون داخليه باش كدافع عليها. هادشي كله رفقت كل المستمعين والمستمعات اللي يقدروا يتواصلوا معنا كيف العاده على الصفحه الرسميه ديال شادا اف ام والصفحه الرسميه ديال البرنامج اسره في شادا اف ام. هذا الاسره ومازال معنا البروفيسور محمد احسين اللي هو اخصائي في التغذيه ايضا. مازال كنتكلموا على المواد اللي كترفع المناعه واللي كتخلينا دائما نحاربوا اي حاجه داخله على الذات ديالنا. ياك بروفيسور؟ مرحبا. نعم. اذا شفنا بزاف ديال المواد معك اللي هي جديدة على المسامع ديالنا ولكن موجوده وتكلمتي على الاهميه ديالها في الدات وتكلمتي على ان الناس خاصهم قبل ما ياخذوها دائما يستشيروا الاخصائي في التغذيه وكذلك الا كانوا عندهم شي امراض دائما يشوفوا الطبيب ديالهم. اشنو هي المواد الاخرى اللي مازال نتكلموا عليها واللي كتساهم في رفع المناعه ديال الذات؟ هو دابا المستمعين الكرام لما سمعوا الدكتور احسن تكلم في الاول غيقول ها هو جاب لنا المره اللي كاينه فيها والغوديولا والجينسينغ كيقول عندها كيخلينا اللقاء كامل غير في هذه المواد هذه. خاصة مواد اللي هي معروفة عندنا كذلك. نعطيو مواد أخرى اللي هي جد معروفة لدى المغاربة الصغير والكبير العجوج والشيخ كل شيء كيعرفها ألا وهي الثوم. ما كنظنش شي مغربي اللي ما كيعرفش الثوم. اللي كنتمنى أنا فعلا ما يكونش الثمن ديالها ارتفع لأن كنشوفوا أنها كتساعد في رفع المناعة ومادة اللي هي حيوية جدا فكنتمنى رفقا بينا رفقا بالثمن ديالها رجاء. يلا تفضل بروفيسور. مرحبا. الثوم الآن أصبح الكل يتحدث عنها. الثوم مؤخرا كنت سمعت شي إخوان في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في ألمانيا وكذلك في هولندا مجموعة من الدول لما كيتكلموا على المناعة كيجبدوا دائما هذه المادة العجيبة واللي موجودة بكثرة عندنا في المغرب ألا وهي الثوم. ولما غادي نجيو نتكلموا على الثوم غادي تخلينا كما كيقولوا لا كيوريوزيتي سيانتيفيك أو ذاك الفضول العلمي يقول لنا علاش بالضبط كتجبدوا هذه الثوم وشنو هي المكونات ديال هذا الثوم. وهذه كنظن لالة جميلة غادي تشد لنا حلقات فقط هذه المادة هذه اللي غادي نتكلموا ونخليو تكون عبرة ومجال للمعرفة لدى المغاربة كلهم. واخا.
فأول حاجة غنبداو بها إلى تفضلتي أختي جميلة. مرحبا. وهي نشوفوا المكونات ديال هاد المادة ديال الثوم. يعني التحليلات اللي تقامت على الثوم بينا بأنه إلا خدا الإنسان 3 غرام ديال الثوم أو لا ديك سنينة ديال الثوم، كل سنينة ديال الثوم عندنا فيها كل فص ديال الثوم عندنا فيه 4 ديال لي كالوري، وعندنا فيه 0.2 غرام ديال البروتينات، وفيه غرام ديال السكريات، وفيه 0 غرام ديال الدهون، وفيه من الأملاح المعدنية تقريبا 0 من الألياف 0.1 غرام. هذه غير فص واحد ديال الثوم، بمعنى أنه لما تضرب هذا في 10 ولا تضرب هذا في سميتو في 1%، غتلقى بأن الكم الهائل ديال هذه المواد غتخلينا نعرفوا عليه بزاف ديال الحوايج. هذا المكون الأساسي، زائد مكونات أخرى اللي كاينة في يعني في سميتو في الثومة والتي تسمى بلي برانسيب أكتيف. ما بين لي برانسيب أكتيف كاين عندنا لي كومبوزي المواد الكبريتية. هاد المواد الكبريتية باش نصحوا واحد الخطأ كيديروا الإخوان، تيقول لك أودي راني كليت الثومة وراني خليت الثومة. الثومة إذا بغيت ناخذ الفوائد العجيبة اللي كاينة فيها، كاين جوج الحالات، يا إما كناكل ناكلها خضرة، أو لا حتى كيبقى ليا سميتو الثياب 10 دقائق ونحبس. بحال هكا تصهد ولا كتبخر شوية؟ بحال هكا تصهد؟ بحال كنصهدوها. أما إذا طيبناها من الأول، حطيناها من الأول مع المواد الغذائية، هذوك الفوائد اللي كاينة فيها كلها كتمشي وكنضيع فيها. أنا أعطيك مثلا ما بين الأشياء اللي كاينة فيها وهي مادة لاليلين، هذه ما كيقولوهاش بزاف ديال الإخوان. مادة لاليلين، هذه المادة هذه ما يمكن لها تتحول إلى المادة اللي كل شيء كيتكلم عليها في يعني في اللقاءات وفي التجمعات اللي هي لاليسين، راه ما يمكن تولي لاليسين حتى كتحول واحد الأنزيم اللي كاين في الثومة كيتحول من آليلين إلى أليسين. وهذا الأليسين كتوقف في المعدة وبالأخص كتوقف في الجهاز الهضمي، وعاد كيدخلوا أنزيمات واحدة أخرى اللي كتعطيني مواد أخرى اللي هي لا دي سولفيد لو دياليل دي سولفيد لو دياليل سولفيد، وكتعطيني لا جوين. انا كنقول هذه الكلمات هادو باش نخلي مثل المتخصصين في المجال يعرفوا بانه الحمد لله كان هناك يعني بناء علمي في الحوار ديالنا، وبناء كذلك تاريخي في الحوار ديالنا، وبناء كذلك كوزيني ديال الكوزينه في ديالنا. فالأمهات اللي كانوا كيصوبوا لنا وكيطيبوا لنا الثومة، كاين راه كانوا كيعطيونا مواد اللي هي جد مهمة في جسم ديال الإنسان، وفيها كذلك واحد المواد أخرى اللي رحنا موالفين كنهضروا فيهم، فيها لي فلافونويد، وفيها لي توكوفيرول، وفيها المواد الكبريتية الأخرى. هاد لي فلافونويد ولي توكوفيرول لهم ما لهم في جسم ديال الإنسان، يعني بزاف ديال الحوايج اللي كتكون جد مهمه. اولا لما كيكون عندي لي فلافونويد في الجسم ديالي وكيكونوا عندي لي توكوفيرول في الجسم ديالي، اول حاجه كيقوموا بها وهو انهم كينقيو الاورده والشرايين من لي زونتي اوكسيدون. وفاش كنقول لي زونتي اوكسيدون، هما دي زونتي اوكسيدون اللي كينقيو الاورده والشرايين ديالي من لي غاديكو ليبر او لا الجذعات الحره. وهذه الجذعات الحره هي المصيبة الكبرى ورقم واحد في ظهور الأمراض التي تسمى بالقلب والشرايين. لما كيكونوا عندي بوكو دو غاديكو ليبر في الجسم ديالي، اوتوماتيكمون خاص ينتظر الإنسان مستقبلا المشاكل ديال القلب والشرايين، ثم كذلك تعجيل بالشيخوخة، ثم كذلك لا قدر الله ويحفظ الله سبحانه وتعالى المغاربة كاملين أنه يقدر يصاب بالسرطان نتيجة يعني تجمع ديال هاد لي راديكو ليبر في الجسم ديال الإنسان. لكن لما كياخذ لي زونتي أوكسيدون بحال لي فلافونويد اللي كاينين في الثومة عندنا، بحال لي توكوفيرول اللي كاينين في الثومة عندنا، كيبحر وكيرمي هاد لي راديكو ليبر إلى الخارج، يا إما كيخرجوا مع البول ديالنا، يا إما كيخرجوا كذلك مع الغائط، يا إما كيتحللوا وطرف منهم كيولي غازات اللي كتخرج مع التنفس ديالنا أو اللي كيخرج مع العرق ديالنا، وبالتالي كيتخلص الجسم منهم من خلال هاد المكونات اللي كاينه في الثومه
اللي هي لي توكوفيرول ولي فلافونويد. مزيان هاد المواد بروفيسور اللي كتهضر عليها كل مره سي فغي كيف قلتي لي انا ما كايناش فقط في الثومه كاين بزاف مواد غذائيه كثيره يعني كنقول هاد المعلومه باش الناس ما تنزلش فقط على الثومه وتزيد في الثمن ديالها لان كاين هاد المواد كتختلف بنسب مختلفه تبارك الله المغرب حباه الله بمجموعه من الثروات الطبيعيه ومن المواد الغذائيه اللي كاينه غير خاصنا نعرفوا نحسنوا الاخذ ديالها والكميه والكيفيه ايضا. مازال تكمل معايا شنو كاين في الثومه لانها انا شخصيا كتعجبني دونك الثومه اللي واحد الماده اللي هي زويونه بزاف وخاصنا غير نستافدوا منها صحيا. مازال شنو فيها مازال الثومه؟ الثومه لا كما قلت فيها دوك المواد الكبريتيه وهذه المواد الكبريتيه تبت من خلال الابحاث على اساس ان لما كتدخل شفتوا هذوك جوج المواد اللي تكلمت عليهم اللي قلت لك لو ديالين سلفيد اي لو ديالين ديسلفيد حتى لاجوين لاجوين نبداو بلاجوين هذه الماده هذه قلت لي زونتي اوكسيدون كتحر ما هو غادي كولي بون ميم طون كتنقي الدوره الدمويه من هذوك الاحماض العضويه اللي كان سبب في ظهور التهابات في الطريق ديال الاورده والشرايين. ثم لما كنحيد دوك هاد الاحماض اللي تكلمنا عليها اوتوماتيكمون كتجي هاد لاجوين وكتلعب دور ديال انها كترمم الجدار ديال الاورده والشرايين. ولما كيكون هناك اعاده ترميم ديال الجدار ديال الاورده والشرايين اشنو كيكون النتيجه؟ وهو ان الالتهابات فيهم كتزول تلقائيا ولما كتزول الالتهابات الجسم ما كيبقاش يحتاج الكوليسترول باش يعالج دوك الاماكن الملتهبه ما كيحتاجش دوك الدهون اللي كيعالج بها دوك الاماكن الملتهبه وبالتالي كتشوف تلقائيا ان الجسم كيتخلص من الكوليسترول. داكشي علاش الناس كيقولوا غير يعني كما كيقولوا من خلال التجارب يقولوا بان راه انتما كطيح الكوليسترول لكن ما عمر كان هناك واحد التحليل علمي اللي كيثبت بان على كيفاش انتما كطيح الكوليسترول. والان من خلال هذوك لي سميتو لي زونتي اوكسيدون اللي كيرميو ليا لي راديكو ليبر ومن خلال لاجوين اللي كتعود ترمم الاورده والشرايين وكتحيد ليا الالتهابات كيولي الجسم لا حاجه له بالكوليسترول لمعالجه الالتهابات لا حاجه له بالكوليسترول باش انه يقوم يسد بعض الحفر اللي كاين في الطريق ديال الاورده والشرايين وبالتالي كتلقى بانه الحمد لله هو نزولا عند الحديث ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا الذي أنزل الداء أنزل الدواء والحمد لله من خلال هذه المادة اللي هي موجودة بين أيدي كل المغاربة ممكن أنه من خلال هذه المكونات هذو نشوفوا راسنا بأن بعض الحالات المرضية اللي نعيشها في الحياة اليومية ديالنا نتخلصوا منها. دونك احنا كيف قلتي بروفيسور وي كيف قلتي بروفيسور حنا كنعرفوا ان هذه المواد الغذائيه قلتي غذائيا بعد على الاقل الانسان ما كيبقاش في ذاك الكوليسترول الضار لان الكوليسترول النافع كلنا كنبغيوه. كاين بزاف المعلومات اللي كيهضروا على الثومه وارتفاع الضغط وبزاف ديال الحويجات غنشوفوا مازال اشنو هي المواد اللي كتحتوي عليها هذه الكركوبه هذه الثومه اللي كنقولوا حنا كركوبه كنقولوا فص كنقولوا درس عندها يعني بزاف ديال المسميات غنشوفها دائما رفقتك ورفقه كل المستمعين المستمعات دائما على شهاده فهم اللي بطبيعه الحال يقدروا يعطونا دائما الاسئله ديالهم من خلال البوست على صفحه ديال البرنامج ديال اسره سير شاده فهم. مازال غنكملوا معكم مازال مرحبا بالاسئله ديالكم دائما اللي كتخص المناعه والمواد اللي كترفعها في الذات ديالنا رفقه البروفيسور محمد احسين على شاده فهم. مازال معنا البروفيسور محمد احسين اللي هو اخصائي التغذيه مازال كنتكلموا على الاغذيه اللي كترفع المناعه ديالنا وكنتوقفوا اليوم عند الماده ديال الثومه. الثومه اللي كثر الحديث عليها وكل الناس ولاو تياخذوها في الوصفات وفي الطياب ديالنا تبارك الله كتعطي واحد الزده جميله. اليوم كنشوفوا معاك المواد اللي كتكون منها هاد الماده الغذائيه مازال مكملين فيها شنو المواد الاخرى اللي مازال كتحتوي عليها؟ ما بين الامور الاخرى كما قلت لما هضرنا على هاد لي توكوفيرول وهضرنا على لي فلافونويد وهضرنا على كذلك لي ديالين سلفيد ولي ديالين ديسلفيد ولاجوين هادو ديجا لعبوا دور اساسي في يعني في الحالات اللي كيعيشهم الانسان من امراض ديال العصب اللي كنسميوها بحال الكوليسترول بحال الاشياء الاخرى اللي غادي نتكلموا عليها بعد قليل. كذلك هذه المكونات جد 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 مهمه اللي كاينه في يعني في الثوم
وهي مادة الصابونين، والصابونين غير سبية كدك بحال شي صابون، وفعلا كتلعب دور ديال انها كتغسل الاوردة والشرايين، كتغسل الخلايا بحال الا صبنتيهم بالصابون بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. اذا لما كيكون عندي سميتو هذوك لي توكوفيرول ولي فلافونويد وهذوك لي زاليسين بالمكونات ديالها لما كتحول زائد لا صابونين، بحال الا لعبتي دور ديال انك نقيتي نهائيا هذوك سميتو الاوردة والشرايين، وكاع دوك لي توكسين اللي كانوا في الاوردة والشرايين كلهم كيخرجوا بحالهم، وبالتالي لما كيخرجوا انا داك كيخرج معاهم حتى داك ليكسي ديال الماء اللي كيكون في الذات ديال الانسان. اذا اذا كان عندي ان كونسونطراسيون ولا واحد احتقان ديال المواد السامه في الدوره الدمويه، وكان عندي هذاك الاحتقان ديال غالمورجي ديالنا مسكين كيبغي يتخلص منه واحد المجموعه ديال الامور خاصه الاحتباس ديال الماء، فلما كيكون الجسم ديالي عامر بالسموم اوتوماتيكمون كيكون فيه احتباس ديال الماء وكيعطيني ما يسمى لي زوديم. لكن لما كناخذ بحال هذه الماده هذه اللي كت يعني كترمي الجذعات الحره وكترمم الاورده والشرايين الجدار ديالها، وكان عندي ماده اخرى بحال شي صابون اللي كينقي داك المجال، فلما كتخرج هذوك النفايات من تما اوتوماتيكمون كيخرج معها الماء، ولما كيخرج الماء اوتوماتيكمون كنتكلموا على ما يسمى لي بوتونسيون، ولي بوتونسيون كيولي الجسم ما القلب مسكين ما كيبقى داك التمارات ديال خصو يضرب باش يوصل الدم الى غايه الدماغ، كيولي الضربات ديالو كيرجعوا للمستوى الطبيعي ديالهم والعمل ديالو كيرجع للمستوى الطبيعي ديالو، ولما الانسان كيمشي عبر كيلقى راسو بان الطونسيون هبطات ليه. وحنا كنعرفوا انا حتى انا راكي سامعه حتى انت لاله جميله راك كتسمعي بانه سميتو الثوم كيلعب دور ديال انه كيهبط الطونسيون. بزاف الناس كنسمعوا تيقولوا هذه الهضره هذه جوست با واش علميا مثبته ولا لا ولا صح. فقط حيت كنقدروا ناخذوها في الماكله ديالنا. احنا اليوم كنثبتوها علميا على اساس ها كومونس سباس باش ان سميتو لا طونسيون ديالنا كتهبط. هو لما كنخوي الاورده والشرايين ديالي من النفايات اوتوماتيكمون كيخبط يهبط يخرج معها الماء، وبالتالي لان حتى في القضايا العلاجيه غالبا فاش كيكون عندي اون هايبرتونسيون كنمشي الى لي ديوريتيك اللي كيتسموا لي ديوريتيك، ودابا الان كيقولوا بان الثومه داخله في لي ديوريتيك بمعنى انك تخلي الجسم يتخلص من الماء، ولكن حنا ليس فقط ان الجسم كيتخلص من الماء بل كيكون هناك تصبين لسميتو الاورده والشرايين، وكيولي بحال غسلتيهم بالماء والصابون او لا بحال داك سميتو داك الجفاف اللي كنديرو في البيت ديالنا وكينقي ليا جميع سميتو الارض اللي يعني كتكون عندي بشكل اللي هو يعني كبير. ايوا والماء كيتنقى اوتوماتيكمون كما قلت باذن الله والحمد لله كيولي الجسم ديال الانسان كيتخفف عليه داك العبء ديال قوه الضربات ديال القلب، وكيحس بان لا طونسيون كتهبط عنده بواحد الشكل كبير وكبير جدا. اذا لما كتنقى ليا هذه الدوره ديال الاورده والشرايين سميتو الغدد اللمفاويه، الغدد اللمفاويه كتولي تأدي الدور ديالها بواحد الشكل عجيب جدا. العمليه ديال التنقيه كتولي كتنقل دوك المواد الغذائيه بواحد الشكل عجيب جدا، وبالتالي عمر الانسان ما كيبقى يحس بديك الحرقه ديال اولا الحرقه ديال البول اولا الحرقه ديال الخروج الغليظ عنده، فلا الحرقه ديال البول كتكون ولا الحرقه ديال سميتو ديال الخروج الغليظ كتكون عنده، وبالتالي كيتبين ليا بانه الحمد لله دوك لي زاسيد اللي ما داك المحطات العلاج ديالنا ما قدرتش عليهم دابا كتولي تقدر على جميع هذوك لي زاسيد اللي كاين عندنا، باسكو لا كونتيتي ديالهم كتكون قليله لان العمليه تنقات ديال التنقيه دارت بواحد الشكل شيء ما علمي اللي فيه مواد طبيعيه واللي خدموا بهذه الطريقه. ولكن دائما اؤكد على اساس ان الثومه ما تطبخش، الثومه ما تحرقش، راه الا مشات ليا لا ليسين هذه الهضره اللي كنقولوا كلها راه بحال ما كاين منها حتى شي حاجه باش ما يقولش ودي راني البروفيسور انا تشوف مثلا نحكوها. ايوا اما نحكها او لا نخللها، فاش كنحكها ولا كنخللها دائما كنخلي هذوك خاصه الانزيمات لان لا ليليل ما يمكن ليها تحول الا اذا كانوا ذوك الانزيمات باش تعطيني لا ليسين، وهذيك لا ليسين عاوتاني باش كتحول كتعطينا ذوك المواد اللي تكلمنا عليهم، وبالتالي كنستافد من القضايا كما كيقولوا العلميه اللي كاينه في الثوم واللي كتعطيني ها انتم عرفتوا بانه الان الاورده ولات نقيه، الغدد اللمفاويه ولات نقيه، ولما الغدد اللمفاويه كتولي نقيه اشنو كيولي؟ كيولي عندي انتاج ديال الكريات البيضاء كبير وكبير جدا. ولما كيكون عندي انتاج ديال الكريات البيضاء كبير اشنو خصني؟ نتمشى شي غير شويه تحت الشمس وغتولي لا فيتامين دي
كتدخل واحد الاماكن ديال استقبال هذا سميتو الفيتامين دي اللي كاينه في الكريات البيضاء وكتولي الانتاج ديال الكريات البيضاء كيتضاعف ما بين 10 حتى 20 مره. ولما كيتضاعف ما بين 10 و 20 مره كتولي المناعه كتقوى وكتقوى وكتقوى عندي، وبالتالي كنكون مهيئ انه الى جا شي ميكروب كيف ما كان النوع ديالو، اكان فيروس او بكتيريا او فطر او يعني خميره، كل هذه الانواع ديال الميكروبات لما كتدخل وكتكون غريبه كيعرفها بسرعه الجسم ديالي بانها غريبه وكيتخلص منها. مزيان. كل معكم كل نهار من 2 حتى الخميس من 10 حتى 12، وكيف كتعرفوا الفقره اللي كنبداو بها دائما هي الفقره ديال الصحه، واليوم الاربعاء اكيد كيكون معنا البروفيسور محمد وحسين اللي مازال معنا ومازال كنشوفوا معاه المواد اللي كترفع المناعه. اليوم لخصنا الموضوع كثير في الماده ديال الثومه، الثومه اللي فيها بزاف ديال الحويجات. دونك هضرت لك قبل على الوصفه ديال الثومه وزيت الزيتون، بزاف الناس ولينا تنمشيو في هذه الوصفات وفي هذا الشيء، شنو تقدر تقول بروفيسور على هذه الحاجه هذه ديال الثومه وزيت الزيتون فعلا مع بعضياتهم؟ تفضل. هذه الوصفه حقا ما عرفتش انا شكون اللي كان السبب انه ينزلها لاول مره. فملي كان ينزلها لاول مره فهذا كيبان لي بانه انسان كما كيقولوا انجيني. علاش؟ لان في الوقيته اللي كنقولوا كناكل الثومه انا قلت فيها هذه المكونات هذو كلهم كيلعبوا دور ديال انهم كينقيوا لي الاورده والشرايين، كينقيوا لي كذلك الكبد، كينقيوا لي كذلك الجهه التيروي، وكينقيوا لي الدوره الدمويه اجمالا، وكينقيوا لي كذلك الكلى. في الوقيته اللي كيتنقاو هاد الامور بهذا الشكل هذا كيتجي الكوليسترول الطبيعي، الكوليسترول النافع اللي كاين في زيت الزيتون. ولما كيكون عندي هذا الكوليسترول النافع اللي كاين في زيت الزيتون وكيدخل للدوره الدمويه كيلقاها نقيه، كيدخل للكبد كيلقاه ممتاز، كيدخل كذلك من الجهه التيروييد كيلقاها ممتازه، وكيمشي للكلى وفوق الكلى كاين واحد الغده اللي سميتها الغده الكظريه وكيلقاها نقيه وشغاله. اشنو هي النتيجه؟ وهو الانتاج من هذا المكون اللي هو الكوليسترول النافع اللي كاين في زيت الزيتون، كينتج به جميع الهرمونات اللي كيحتاجهم الجسم ديال الانسان. الهرمونات اللي كتكون كيحتاجها الانسان في ذاك التفكير كيكون كينتجهم، الهرمونات اللي كيحتاجهم الانسان باش يقضي الحاجات ديالو مثل الادرينالين ولا نورادرينالين ولا دوبامين كينتجهم، لانه سميتو الشركات كلها نقيه والشركات كلها كتوصلها المؤونه يعني لا ماتير بريمير نقيه. ولما كتجي لها هذه المواد الاوليه اللي كتكون نقيه وجد فعاله، التفعيل ديال التحويل ديالها كيكون سليم والتحويل ديالها كيكون سليم، وكتولي عندي الانتاج ديال الكورتيزول بالشكل اللي بغيت، الانتاج ديال الميلاتونين بالشكل اللي بغيت، الانتاج ديال السيروتونين بالشكل اللي بغيت. ولما كيكون عندي سيروتونين عاليه كتلقى راسي بانني ولا عندي ذاك التفكير الهادئ، ولا عندي ذاك التفكير العالي، وليت نشيط، وليت عندي واحد البساطه لا لشيء، وانما خديت اشياء اللي هي جد مهمه، اللي هي مثلا الثوم اللي لعبت الدور ديال انها نقات لي الاورده والشرايين، خديت الثوم اللي حيدات لي الالتهابات، خديت الثوم اللي غسلت لي الطريق كله، وعاد من بعد ذلك دخل عليها واحد الماده اللي هي ماده اوليه اللي هي الكوليسترول اللي كيحتاجها الجسم ديالي لانتاج جميع الانواع ديال الهرمونات. ممتاز. اللي كيحتاجها الجسم ديالي اللي كيعاون بها في انتاج مثلا لا فيتامين دي ومواد اخرى، اللي كيحتاجها الجسم ديالي لانتاج بعض الكونزيمات اللي هي جد مهمه للجسم ديال الانسان. فهاد الامور هذه اللي لو ان الانسان يقرا ذاته غير شيء بشويه بشويه غير قراصو بانه فعلا راه الرجوع الى الطبيعه والرجوع الى المواد الغذائيه الموجوده واللي حبنا الله سبحانه وتعالى غير في الجوانب ديالنا، اللي كنطلبوا من الاخوان وهو اننا نحافظوا على الحياه ديال التربه. كل ما حافظنا على الحياه ديال التربه كل ما هذوك العناصر الغذائيه اللي كاينه في التربه كتهز الثومه، وهذيك العناصر اللي تخدت الثومه كيستافد منها في الاخير المستهلك اللي كينتج من هذه المواد هذو اللي كتقدر ترجع ليه الحياه وترجع ليه النشاط وترجع ليه الحيويه ديالو. فاذا كانت الثومه نابته واحد الارض اللي هي غير صالحه كثرني عليها بسميتو بليزونغري، كثرني عليها بقوه سميتو خدمها تخدم ليل ونهار، هاد الدوباج اللي كنديروا للتربه كيرجع لنا كيعطينا واحد التربه اللي كتولي عيانه. ولما كتولي عيانه هاد الكلام اللي تكلمنا على
الثوم والفوائد ديال الثوم ممكن يكون ناقص. لماذا؟ لان الثوم كذلك لم ينبت في محيط وفي بيئه اللي هي سليمه وغنيه وغيش اللي ممكن انها تاخذ هذه العناصر كلها ويستفد منهم الجيد. نعم دونك هادو من خلال الابحاث ديالكم بروفيسور على هذه الماده او الثومه كتقولوا انها فعلا خاصة تكون طبيعيه 100% من التربه ومن المكونات انها تكون ارض خصبه اللي تقدر تعطينا واحد الماده اللي فيها كل المكونات ما تكونش ناقصه. نعم هو اذا كانت بهذا الشكل هذا كون على اليقين لانه هذه الفوائد اللي تكلمنا عليها سيراها المستهلك راي العين ويشوف بان النتائج ديالها يعني سريعه وسريعه جدا. فلهذا هذه في هذه البرامج اللي تلقصتنا سميتو الشباب يفكروا على اساس انهم يدخلوا خاصه الناس اللي توجهوا لهذا المجال الفلاحي يحاولوا يحفزوا الجانب ديال الحياتي للتربه يهزوا الحياه ديال التربه ويعزوا البناء ديال التربه. فكل ما كانت التربه غنيه وكل ما كانت التربه مفيده لان كان واحد مجموعه ديال لي بروجي مع الاخوان ديال الفلاحه بينوا لنا بانهم كاين هناك واحد الاقبال كبير وكبير على تطوير هذا المجال ديال الفلاحه وتطوير المجال ديال البيو لان ولات لا توندونس وكل شيء ولا كيتكلم على البيو. فهذه رساله الى المقاولين للشباب اللي سيدنا بغى يعاونهم في المجال ديال المقاوله يمشيوا الى بغاو يمشيوا للفلاحه يحاولوا يرجعوا لنا ديك التربه يرجعوا لها الحياه ديالها ويرجعوا لها الحيويه ديالها ويرجعوا لها القوه ديالها باش تظهر في النباتات. باش ديك الثومه لما غير تدوز حداها تشم الريحه ديال الثومه لما تدوز غير حدا البصله تشم الريحه ديال البصله ولما كتشم الريحه ديال الثومه كتقول الحمد لله هاد المواد اللي تكلمنا عليهم موجودين في ديك الثومه وبالتالي لما غناخذ ديك الثومه غادي نستافد منها وغادي نجري على الجذعات الحره غادي نستافد من الثومه وغادي نجري غادي نعاود نرمم البناء ديال الاورده والشرايين غادي ناكل الثومه وغادي نطيح من الكوليسترول غادي ناكل الثومه وغادي نطيح من التونسيون غادي وغتلقى راسك بانه الحمد لله الصحه ديال الانسان زادت ترجع شيئا فشيئا. هذه بطريقه البسيطه جدا ونرجعوا ونحيوا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا فان الذي انزل الداء انزل الدواء. بروفيسور حنا تكلمنا على الثومه والفائده ديالها وبزاف الناس كياخذوها في الماكله ديالهم كاين اللي كياخذها خضراء حنا ملي الناس كاين الناس اللي كياخذوها خضراء كيسرطوها يعني واش انا الا خديت داك الثومه هكا كتسرطها واش ما غتاثرش على الامعاء ديالي لانها ما تمضغات ما حتى شي حاجه ما يعني ما حكيناها سنينات ما معسناها بالمهراز كيف مولفين كنديروا الانسان اللي كيسرط الثومه بحال هكاك واش ما تاثرش عليه ما صعبه الهضم على الامعاء ديالنا لان حاجه شويه صلبه. انا بالنسبه لي هذا خطا كبير صح هذه العمليه خطا كبير وكبير جدا لان الجسم ديالنا هو ما عطانا الله سبحانه وتعالى دوك الاسنان غير باش نضغوا صح دونك العمليه الميكانيكيه كتبدا اولا وبمجرد ما كتمضغ خاصها تاخذ واحد الحق ديالها من داك البلل الريق اللي عندنا في الفم ديالنا ولما كتبلل كتكون يعني محاطه واحد المجموعه ديال الانزيمات اللي كتبدا في عمليه الهضم الاولي وعاد كتمشي الى المعده وكتدخل الى عمليه الهضم الثاني. فلما كتاخذ طينه وتدخلها ديريكت مول الكرش ديالك حرمتيها من العمليه ديال الطحن الاولي والعمليه ديال الهضم من خلال الريق. ثم في المعده ديالنا ما عندناش كل الانزيمات اللي ممكن انها تحلل ديك الثومه وبعد وفي بعض الحالات كاين اللي كياكل الثومه وكتخرج ليه كيف ما هي بدون ما يكون عليها التحويل وهذا كيتبين بانه راه غير دخل ديك الثومه بلا فايده. حنا ما بغيناش ندخلوا الثومه بلا فايده حنا بغينا ندخلوا الثومه باش نستافدوا منها صراحه المفيده اللي تكلمنا عليها دابا الان فهمتي. كاين حاله وحده اللي ممكن انني ندخلها للقائمه لما كناخذها يعني شرجيه مع سميتو حنا ما غنمشوش في هذه المسائل نمشيو في المسائل اللي هي فغيمو تغذيه اللي فغيمو تتعطي للذات ديالنا واحد القيمه اكثر. بروفيسور حيت الوقت غيدركني معاك كيف العاده كتعرف دونك اجي نتكلموا على الكيفيه والكميه ايضا ديال ان الانسان في هذه الدقيقه اللي بقات ان الانسان يقدر ياخذها في الكميه والكيفيه كيفاش ممكن اننا نستافدوا من الثومه قلتي ان تفور شويه او لا ترقد في زيت الزيتون
او لا تخلل ايضا. هنا كيفاش الانسان قدر ياخذ الكفايه ديالو من ماده ديال الثوم؟ هو الابحاث بينات بانه الانسان من 4 غرام حتى 15 غرام مفيد جدا. ممكن انه يحكها ويديرها في انسالاد، ولكن هذيك الماده تدخل هذاك الكم يدخل ليه الكرش ديالو هو. بحال دابا نقدر ناخذ مثلا 4 غرام ونحطها كلها سلادة وصدق واكلين معايا 5 الناس، غنكون ما خديتش لادوز ديالي اللي تقدر دير ليا المفعول هذا. هذا رقم واحد. دونك كنحكها ونزيدها للسلطه اولا شي حاجه من هذا الشيء. ايوا ونزيد نكمل المضيخ ديالها في سميتو في الفم ديالي. يعني ونبللها مزيان بالريق ديالي، ولما كتدخل الى المعده كتعاود بهذاك لو سوك اللي عندنا في المعده ديالنا كيكمل المفعول ديالو وكيولي كيستافد الجسم من هذا الماده هذه. ثم كذلك كناخذها في 10 دقائق الاخرى ديال الطياب اولا نضيفها كنشد اولا كنشد هذيك الجرامات وكنديرهم في واحد السيترو ديال الماء اولا كنديرهم في واحد السيترو ديال الحليب ونطبخوا مع الحليب. وعلاش علاش قلت لكم الحليب؟ لان الحليب غير كيفيض، ولما كيفيض ما كيخليش هذا الوقت. بروفيسور عرفتي دائما بروفيسور ديما كنكون سعيده بك. اكيد غنكملوا الحديث ديالنا على الثومه في الحلقات الماجيه. مشكور بزاف على الحضور ديالك كيف كل مره كتجي وكتعطينا مجموعه من المعلومات اللي كنتمنى ان كل مستمع والمستمعات يستافدوا منها. مشكور بزاف بروفيسور محمد وحسين.